السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتز من قناة جيمنج اونلاين. اخباركم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واخيرا شركة كونامي نزلت مقطع ترويجي عن بيس 22، زي ما انتم شايفين هنا ده تريلر، وكمان في مقابلة النهاردة مع المنتج ستارو كيمورا. استنوا في فيديو النهاردة بالليل هنزله، هستعرض كل الحاجات المهمة اللي قالها المنتج، قال معلومات مهمة جدا عن بيس 22 ومميزات جديدة. وقبل ما اوريكم الاعلان يا شباب، دي قناتي جديدة على اليوتيوب. طبعا دي قناة جديدة لانه القناة التانية فيها حصل فيها مشكلة، ولكن هستمر عليها. لكن لا قدر الله وحصل حاجة والقناة التانية اتقفلت، هكون موجود على القناة دي. عشان كده خشوا واشتركوا في القناة دي يا شباب، هسيب لكم رابط او لينك القناة في الفيديو اسفل الفيديو في الوصف. ده المقطع اللي نزلته شركة كونامي، واخيرا يعني نزلت مقطع ترويجي عن بيس 22. الكلام ده كان لازم يحصل من بدري عشان يحمس الجمهور اكتر اكتر واكتر. يعني انا متحمس، اول ما شفت المقطع التشويقي ده البيس 22 اتحمست اكتر واكتر. اليوم 25 اغسطس اللي هو بعد بكرة، زي ما انتم شايفين في المقطع ده بيوريكم هم بيجيبوا لعيبة، وكمان بيعملوا لهم مسح او سكان، عشان طبعا زي حركة مثلا الهايبر، حركة الموشن ماتشنج اللي هتكون موجودة في بيس 22 او لعبة اي فوتبول. زي ما انتم شايفين انا جايبين اللعيبة داخل العربة بتاعتهم، ودي موقع شركة كونامي في اليابان. طبعا يا جماعة المقطع ده كان لازم ينزل من فترة كبيرة جدا، مقاطع ترويجية زي دي زي ما شركة فيفا بتعمل. لو ملاحظين شركة فيفا كل اسبوع او كل اسبوعين بتنزل مقطع عشان يحمسوا جمهورهم اللعبة فيفا 22. زي ما انتم شايفين دي طائرة بدون طيار بتصور اهي، وهنا في حاجة مهمة جدا زي ما انتم شايفين، هنا في 2 لعيبة بيلعبوا لعبة بيس 22 اهو، زي ما انتم شايفين هم متحمسين جدا، وده يعني بيدل على انه اللعبه حماسيه وممتعه جدا. طبعا هنا لعبه اي فوتبول اهي ظاهره على الشاشه هنا، ولكن الشركه طبعا ذكيه ما بينتش اللعبه نهائيا. يعني زي ما انتم شايفين هنا الشاشه خالص، بحاول اعيد من بدري، بحاول اعيد في نفس الحته دي عشان اشوف حتى شكل الملعب في اللعبه، لكن مفيش زاويه ابدا توضح، مفيش زاويه كمان توضح انه الجهاز ده بلاي ستيشن 5 ولا 4. زي ما انتم شايفين هنا ما فيش وضوح تماما. يعني الشركة ده مقطع ترويجي، ما وريناش خالص اي حاجة من داخل اللعبة. وهنا دي تقريبا هي دي خاصية الموشن ماتشنج، زي ما انتم شايفين بياخدوا حركات اللعبة داخل اللعبة، وشركة كونامي اعلنت عنها كمان في التريلر. يعني بصراحة مقطع احترافي جدا من شركة كونامي، وهنيهم عليه بصراحة، لانه موقع يعني مقطع جميل جدا وحمسنا اكتر ما احنا كنا متحمسين. وهنا بيعلنوا عن انهم يعني بيجوا في شراكة رسمية مع الدوري الامريكي، هيبقى موجود في لعبة بيس 2022 بشكل رسمي يا شباب. هو ده بس كان فيديو النهاردة، حبيت اوريكم العنوان او يعني الفيديو اللي نزلته شركة كونامي النهاردة عن بيس 22، تريلر جديد زي ما انتم شايفين بيحمسنا اليوم 25 اغسطس. وبس يا شباب كده الفيديو انتهى، اتمنى تشتركوا في القناة التانية يا شباب وتفعلوا زر الجرس لانه مهم جدا بالنسبة له. حابب اقول لكم شكرا على الدعم اللي بشوفه منكم كل يوم في التعليقات. وهقول لكم النهاردة كمان هعمل لكم فيديو جديد النهاردة ينزل بالليل عن المقابلة مع منتج لعبة بيس 2022، منتج ستارو كيمورا، عمل مقابلة جديدة واستعرض فيها معلومات مهمة جدا عن بيس 22. هنزل لكم الفيديو النهاردة بالليل، وسلام.